نتيجة القعدة الغلط لسنين طويلة، نتيجة التعامل مع الجسم بشكل غلط، بيحصل لبعض الناس انحناء، بيحصل أتب، بيحصل مشكلات. يعني ممكن يبقى جسمه كان زي الفل أو كان رياضي عظيم وتوقف ويحصل المشكلات دي. إزاي أعمل النسب الصحيحة، أو إزاي هل ينفع إن أنا أرجع الجسم ده يبقى صحيح؟ طبعا اولا نمنع ده يحصل ازاي. ايوه نمنع ده اه طبعا الوقايه خير من العلاج. نمنع بص ده انا قعدت ازاي اول ما قلت يمنع ده، اللي هو اقعد قاعده صح اللي بنقعدها غلط طول الوقت. اول حاجه هو الرياضه. الرياضه مهمه جدا. ما فيش سامعاك. وقت وبتاع، دايما الواحد بيقول ما عنديش وقت، بس الحقيقه انا شخصيا مش منتظم في الرياضه دلوقتي. بس الرياضه ماشي، انت سهلت عليا قلت لي حتى لو ماشي ماشي. بس هقول لك انه اي حد يقول انا ما عنديش وقت للرياضه غلطان. طبعا لان الرئيس شخصيا كبيرة. بيصحى 5:30 الصبح بيلاقي نص ساعه انه يمارس الرياضه، ربنا يديله صحه، وبيمارس ده يوميا. اوكي، فكلنا عندنا وقت نلعب رياضه، دي نمره واحد. نمره اتنين، في شويه عادات عندنا وحشه نتفاداها. يعني مثلا للاسف للاسف احنا طبيعه حياتنا سواء في شغلنا او في البيت في قعاد كتير، يبقى لازم اقعد قعدات متقطعه. يعني هي مش يعني بس كل فكره نص ساعه كل ساعه اقوم من مكان اقعد ازاي؟ عشان انت شفت انا رحت انت دايما قاعده صح على فكره كده يا سهير، انت دايما قاعده صح. لا بس عارف انت دايما لا لا طب قول لنا انا ايه قاعد شكل غلط. القعده الصح؟ القعده الصح ان الواحد يبقى 90 درجه زي ما انت عامله كده ابرايت 90 درجه، وان يبقى ظهره مسنود، وانه كل شويه يتحرك، لانه الثبات لفترات طويله بيسبب يعني احمال زياده قوي على عضلات الظهر، وبيسبب وجع ويسبب تدويره في الظهر. الاحمال الزياده دي لو انا بلعب رياضه هتمنع ان تبقى اسمها احمال زياده، عضلات ظهري هتقدر ترفع القعده الغلط هتقوى. ايه المشكله او هتقوى بالظبط؟ هي المشكله ان احنا مش واخدين بالنا من حاجه بسيطه جدا. لو انا دلوقتي قلت لك شيلي كرتونه وزنها 10 كيلو، وانت متعوده تشيلي بايديكي 3 كيلو، هتشيليها وتعملي مجهود شويه، بكره الصبح ايه اللي هيحصل؟ مش عارف احرك ايدي، دراعاتك هتوجعك صح؟ عضلات ظهرنا كلها من اول الرقبه لغايه تحت شغاله طول ما احنا في وضع راسي، يعني واحنا قاعدين كلنا احنا الخمسه عضلات ظهرنا واحنا ساندين ظهرنا عضلاتنا شغاله. فلو الوزن زياده، لو احنا بنقعد فترات طويله، لو العضلات بتاعت ظهرنا مش قويه بتبذل مجهود اكتر من طاقتها. طب انا عايز فبيجي لنا وجع في الظهر. عشان كده معظم سوري معلش يعني مفيدة، معظم وجع الظهر مش بسبب مشاكل في الفقرات، بسبب القعده، بسبب ان العضلات بتاعت ظهرنا مش قادره تعمل المجهود اللي انت طالبه منه. واحد بيتهيأ له انه قاعد وساند ظهر وانه مفيش مجهود، مش صحيح. عضلات ظهرنا كلها من اول الرقبه لغايه تحت عضلات بتعمل ضد الجاذبيه الارضيه، هي اللي خلت البني ادم بقى بني ادم، هي دي اللي خلت الكائن اللي هو بيمشي على اربعه ده تحول الى كائن بيمشي الاثنين، هي اللي رفعنا الرفعه دي وخلت الرجلين القدامين بقت ايدين وعملت البشريه دي كلها، هو عضلات الظهر. طب انا عندي مشكله في مشيتي طول عمري، انا بحدف لقدام. مشيتي كويسه؟ ما لا انا بس بقول عشان مش بجيب سيره المشاهدين، انا بجيبها على نفسي. يعني انا بحدف لقدام ساعات تلاقيني ماشي، مع تطور الوقت اصبح بقى عندي مشكله تانية. بقى عندي جزء في عند رقبتي مليان بارز شويه، بارز كده. اخويا طول الوقت يزلني يقول لي نظرا لان انت بقيتي معوقه وما بتنزليش ولا تعملي رياضه، فقريب قوي 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 هتبقي عايشه في دور انك عجوزه ومش قادره تتحركي. مش صحيح خالص. مش صحيح. في اتزان، في زي ما كنت لسه بقول لكم ان في اتزان. طب ممكن انزل دي ازاي؟ هقول لك. اولا الحته دي بارزه عندنا كلنا، دي مكان التقاء، مش احنا لسه بنتكلم على الكيرفات اللي موجوده؟ مشحمه يعني. ما انا هقول لك، بس في كيرفات، مكان التقاء الكيرفين دول بتاع الرقبه وبتاع الفقرات الصدريه، دي عظمه بارزه عندنا كلنا. اوكي. بروزها بيلفت نظرنا عشان لما بنتوجع فبحط ايدي فالواحد بيحسها، فبقى بيتهيأ له انها ورمه او بارزه. مش عايز اقول لك كل يوم عندي في العياده خمس ست بيقول لي انا عندي الحته دي مورمه او بتاع. مش صحيح، هو احنا بس حسينا بيها لما حطينا ايدينا واتوجعنا. نمره واحد. نمره اتنين، ساعات السمنه بتحصل لها ديستريبيوشن وتوزيع في اماكن مختلفه، من ضمنها ان يحصل سمنه في الحته دي بالذات الناس اللي كانت بتاخد كورتيزون. فالناس لو خدت كورتيزون تاخد بالها ان بيحصل لها بروز في الحته دي.